بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثامنة حول الـ inverter. قد تناولنا بالمحاضرات السابقة الثيرستور من حيث تركيبه ومن حيث طرق تشغيله ودوائر رخماده ودوائر حمايته ودوائر تبريده إلى آخره وطريقة ربطه. ثم أخذنا أحد التطبيقات اللي هي تستخدم بالـ conversion power conversion اللي هي الـ AC to DC اللي سميناها بالـ rectifier، واخذنا الـ full wave on الـ half wave rectifier. نجي اليوم إلى أحد تطبيقات الثيرستور اللي هو أيضا للـ power conversion اللي هو تحويل الـ DC إلى AC اللي يسمى بالـ inverter أو inversion. إذن كورد inverter ايش تعني لنا بالباور الكترونيك؟ تعني لنا هي عملية الباور كونفرشن او الباور كونديشنينج، اذن هي عملية تحويل الباور او اعادة تشكيله. بمعنى اخر يسمون السيركت اللي كونفرت الدي سي فولتج اور كرنت الى اي سي فولتج اور كرنت بالانفرتر. اون اذر وورد يعني بمعنى اخر ان السيركت اللي كونفرت الدي سي باور الى اي سي باور ات ديزايرد output voltage and frequency يسموها أيضا بالإنفرتر. الإنفرشن بروسس يعني عملية التحويل، يعني إحنا ممكن إنفرتر يعني التحويل طاقة conversion AC إلى DC. هاي الإنفرشن بروسس done by يمكن أن تطبق بطريقتين حسب شنو؟ حسب power. إذا كانت low and medium power يمكن أن استخدم BJT أحد أنواع الترانزستورز الماوس فيت أو الجيتين أوم اللي هو أحد أنواع الثيرستور. أما إذا كانت هاي باور نستخدم الفورس كوميونيتيد الثيرستور. فمن يجيك السؤال الانفيرشن بروسس بالانفيرتر دان باي، تقول له إما لو باور ميديوم باور نستخدم بي جي تي الماسفيت أو جي تي أو، أو إذا كانت هاي باور نستخدم الفورس كوميونيتيد الثيرستور. فالإنفرتر بالدوائر الايديالي يعني بحيث المعادلات لازم تظهر عندك شنو؟ تظهر عندك الاوتبوت مال الويف فورم ساينسويدل. براكتيكالي احنا الويف فورم مال الانفرتر تكون نون ساينسويدل، مو موجه ساينسويدل، تكون اما سكوير كوازي سكوير واضافه الى ذلك كونتين هارمونكس. حتى اوضح لكم الصوره، الانفرتر اللي هو يسمى بالعامية الرافعات اللي موجودة أغلب البيوت الآن تستخدمها لنقص الطاقة الكهربائية فسدها. فتشوف عندك أنت بالبيت ما يسمى بالعامية الرافعة اللي هو الانفرتر يحول الطاقة اللي هي دي سي اللي هي الباتري موجود عندك إلى أي سي. لكن تشوف أنت تلاحظها بالبيت من الشغل أي جهاز، خلينا نقول مثلا المروحة يشغلها على الكهرباء الوطنية، شوف هاي المروحة ما تنطيك نوع من النويز أو الأزيز اللي يظهر، لكن من شغلها على الرافعة راح يظهر نوع من النويز. السبب في ذلك هو شنو؟ السبب إن الإشارة أو الويف فورم اللي تجيك من الوطنية هي ساينسويدال ويف فورم، لكن الويف فورم اللي تجهزها سبلايد باي إنفرتر هي مو ساينسويدال ويف فورم، هي كوازي سكوير أو سكوير. فالفرق ما بين شكل الساينسويدال والسكوير هذا الفرق بالطاقة، هذا الإكسترا amount of طاقة اللي موجودة بشكل موجة السكوير اللي هي أكثر أكبر من شكل موجة الساينسويدال راح تظهر على شكل شنو؟ طاقة أو حرارة متبدلة أو شكل أزيز. بالنسبة دي اللو، نرجع لمحاضرتنا low and medium application السكوير والكوازي سكوير acceptable ما شكل إنه فد مشكلة عامية، لكن من نجي للهاي باور application لازم نستخدم الساينسويدال. ليش؟ اعتقد الجواب موجود بالدسكشن اللي نقرأ يعني نرتب هاي النقطة. نجي الآن إلى قلنا اكو مشكلة عندنا إضافة إلى شكل الموجة هو مو سكوير ساينسويدال سكوير وكوز سكوير، اكو مشكلة ثانية إنه كونتين هارمونكس، يعني مو بس الفاندمنتال كومبوننت يحتوي، يحتوي أيضا شنو؟ الهاي فريكونسي كومبوننت. فشلون أقضي عليها؟ أقضي عليها باستخدام فلتر أو باستخدام البولس وات موديليشن PWM. يجي السؤال يقول لك شنو نوع من أنواع الفلترات يمكن أن أستخدمها أني لريدوس الهارمونكس؟ لو، هاي، باند باس، أعتقد ذكرتها أني بالدسكشن.
نجي الى الانفرتر ابلكيشن. الانفرتر ابلكيشن يتضمن عده ابلكيشن، لا يعني بس مجرد للليستنج، مو لا لا يعني لا مجال الحصر. نستخدم بالفاريبل سبيد اي سي موتور،